السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا حلقه بنشرح فيها جزء جديد في الماب ريديوس. تعالوا نتكلم. احنا شرحنا ايه المره اللي فاتت؟ قلنا ان الماب ريديوس مكونه من 3 بارتس. فيرست بارت هو درايفر، سكند بارت هو المابر، ثيرد بارت هو ريديوسر. وقلنا ان الماب ريديوس فيها خطوات كتير. الخطوه الاولى عندنا انبوت فايلز، بعد كده انبوت فايل فورمات، بعد كده عندنا السبليت ستارت فايلز، بعد كده عندنا ريكورد بارسر، عندنا المابر، الريديوس، الكومباينر، البارتيشنر، شاف اند سورت، الريديوسر، الاوتبوت فورمات، الاوتبوت فايل او الفاينل اوتبوت سبليت. بعد كده شرحنا المابر والريديوسر وفصصنا فيهم، قلنا وظيفه كل واحد فيهم، وشرحنا الدرايفر برضو اللي هو بيرن الجوب كلها. بعد كده النهارده هنشرح جزء جديد الكومباينر، هنشرح ايه فايدته. طيب دايما في البروسيس احنا في الماب ريديوس عندنا هي كونتينوس، او يعني الناس بتفكر في الماب ريديوس او بتفكر في الديستريبيوتد سيستم هي بيفكروا ازاي انهانسوا البروسيس عامه. واول حاجه بيفكروا انهانسوا في البروسيس دي هم يقللوا النتورك ترافيك للداتا. زي ما قلنا ان واحد من الموتيفيشن بتاعت الديستريبيوتد سيستمز ان احنا بنموف الجارز او الكود للداتا مش الداتا للكود، فده جزء من اللي احنا بنحاول نعمله. طيب تعالوا نشرح اكزامبل هنا. تخيلنا عندي تو سنتنسز، عندنا يو دونت هاف تو جو فاست، يو جاست هاف تو جو، وعندنا سنتنس ثانيه سلو داون، كالم داون، دونت وري، دونت هاري، تراست بروسس. طيب التو سنتنس دول دخلوا على تو مابرز، الاوتبوت بتاع كل واحده مثلا يو 1 دونت 1 هاف 1 تو 1 تو ذا اند، وذا سيم هنا اعتقد الهاف دي غلط. بعد كده دخلناهم على شافلان سورت، انا عملهم سورت الفابيتيكال اسندنج، وبعد كده دخلوا مع ريديوسر وطلعوا لي او بالشكل ده. فبدا كان عندي هنا دونت 1 وعندي هنا دونت 1 وعندي هنا دونت 1 بقوم دونت وهنا تريبل 1 وبعد كده طلع لي 3. طيب ريديوسر بيعمل ايه؟ ريديوسر بيقلل اوتبوت، سوري الكومباينر وظيفته ايه؟ الكومباينر وظيفته ان يقلل الكيز اللي طالعه من الماب اللي هتروح للنتورك. ازاي؟ ان انا هعمل فانكشن، هنشوف دلوقتي ازاي تعمل الحكايه دي، ان هي تعمل نفس اللي الريديوسر بيعمله بس عن المابر سايد. ازاي هعمل كده؟ ان انا بدل ما عندي مثلا هنا يو متكرر مرتين، فبدل ما تروح للنتورك 2 كيز هيروح 1 كي يو 2. ونفس الكلام هنا لو انا عندي مثلا داون توايس فيبقى عندي داون 2، فبالتالي بقى قللت الداتا للنتورك. وبدل ما عندي دونت كان طبيعي تريبل 1 يبقى دونت 2 1، فكده قللت الداتا اللي رايحه للنتورك. تمام؟ وفي الاخر الاوتبوت طلع زي ما هو دونت 3. طيب تعالوا نشرح نفصص. اول جزء احنا ال موفينج داتا نتورك هي بوتل نيك، واحنا كلنا متفقين على الكلام ده، شرحناه قبل كده، شرحنا ليه ده بوتل نيك. بعد كده احنا قلنا ان الجزء او موتيفيشن دايما الساينتست او الناس اللي شغاله في الانجينير تيم اللي بيفكروا ينهانسوا بروسيس بيفكروا ازاي يقللوا الداتا اللي بتمشي على النتورك، وبالتالي الداتا دي هم بصوا بتيجي منين؟ بتيجي من المابر. فالمابر هي دايما بتطلع a lot of data intermediate في النتورك اللي بتروح عن طريق النتورك من مابر للريديوسر، وده بيؤدي ان احنا عشان يحصل بروسنج، وده بيؤدي ان ساعات بيحصل نتورك كونجستشن. واحد الحلول الموجوده في السولوشنز او السولوشن اللي انا حطاها ان هم يعملوا حاجه اسمها كومباينرز اللي هي ميني ريديوسر. دي اسمها ميني ريديوسر، وايه علاقتها بالريديوسر؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. الكومباينر هو بيمبلمنت الريديوسر انترفيس وبيمبلمنت ريديوسر فانكشن، فيعتبر هو ريديوسر صغير، بس هو ليه اتسمى ميني ريديوسر؟ اللي هو فعليا بيعمل نفس الفانكشناليتي اللي الريديوسر بيعملها بس على المابر سايد. طيب هل ينفع ان الـ ان 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 الكومباينر يبقى جزء من البروسيس بسهوله كده؟ هو بس محتاج ان الانبوت اللي طالع الانبوت اللي طالع من الماب ريديوس بيروح للكومباينر، هو لازم يكون هو الانبوت اللي طالع من الكومباينر رايح للريديوسر. فبالتالي انا كل اللي حطيته ان الكي والفاليو اللي طالعه من المابر هم اللي طالعين، هم اللي داخلين للريديوسر، هم اللي طالعين منه، فبالتالي انا ما غيرتش حاجه في البروسيس دي. تمام. طيب في معظم الاوقات او يعني في اوقات كتير جدا ان الكومباينر والريديوسر هم بيبقوا نفس الكلاس، بس عشان يعملوا كده او هم ايدنتيكال يعني لازم يبقى في شويه شروط. هم شرطين، الشرط الاول او مني شرطين ممكن في شروط بس دول اساسيين، ان الانبوت والاوتبوت داتا تكون زي بعض، داتا تايبس. الحاجه الثانيه ان الاوبريشن اللي بنعملها لازم تكون حاجه اسمها اسوشيتيف اند كوميتيف، هنشوف يعني ايه دي بعدين كمان 20 ثانيه تقريبا. اوكي، نقطه لازم ناكد عليها دايما، واحنا بنشرح ان الريديوسر ان الكومباينر بيرن على المابر سايد مش على الريديوس سايد، فبالتالي انا الكومباينر شايف الانبوت سبريد بس مش شايف كل الداتا، هو شايف الانبوت بيعملها ريديوس وخلاص، هو مش شايف كل الداتا عكس الريديوسر بيرن على الشافلد داتا. اوكي، الاول بتاع الكومباينر بيروح للريديوسر، ده حاجه منطقيه يعني. تمام.
طيب في الرياضيات لما بنيجي نقول ان في associative commutative properties هم لوز بيابلاي على الاديشن والمالتيبليكيشن اللي دايما بيبقوا موجودين زي ايه، او يعني ازاي اقول على operation ان هي فيها البروبرتي ان هي associative وهي commutative. لو انا عندي 1 عندي 1 plus 2 plus 3 as a function وانا عايز اشوف الفانكشن دي هي associative ولا لا، هعمل ايه؟ هاري جروب الداتا واشوف لو طلعت نفس الريزلت ولا لا. يعني 1 plus 2 sorry a plus plus b plus c هي المفروض تكون equal a plus b plus c، فبالتالي a plus 1 plus 2 plus 3 لازم تكون equal 1 plus 2 plus 3. نفس الكلام هنا a multiply by b multiply by c لازم تكون equal a multiply by b multiply by c. فبالتالي انا لو كل اللي عملته هنا ان ال 1 plus 2 plus 3 ان ال 1 ده 2 plus 3 5 plus 1 يبقى 6. نفس الكلام هنا 1 plus 2 اللي هو 3 plus 3 equal 6 برضو. طيب لو جينا هنا قلنا ال 1 multiply by ال 1 multiply by ال a multiply by b multiply by c هنفوت تبقى equal ال a multiply by b multiply by c. نفس الكلام هنا لو قلنا ال 1 multiply by 2 multiply by 3 يعني 6 فهي هي equal 1 multiply by 2 cos multiply by 3. فالجروبينج ما غيرش اي حاجه في الداتا، اتمنى ما اكونش لخبطتكم. سيمبلي ريجروب الداتا طلعت نفس الريزلت يبقى هي اسوشيتيف. يعني زي ما شرحنا هنا 2 plus 3 هي 5 multiply by plus 1 فهي هي لو قلنا 1 plus 2 plus 6. اتمنى ما اكونش لخبطت، هي حاجه سهله يعني. طيب الكوميتيتيف ان انا عملت يعني عكست ال النمبر، يعني عكست الاوردر بتاع النمبر، عملت موف للنمبرز هيطلع نفس الانسر. يعني ايه عملت موف اراوند؟ يعني a بلس b ايكوال b بلس a نفس كام a مطلوب باي b ايكوال b مطلوب باي a، فبالتالي هما نفس الحاجه ما فيش اي اختلاف. طيب الريديوسر ممكن يستخدم as as a combiner لو الاوبريشن هي associative commutative. طب تعال هل ممكن ان الاوبريشن ما تكونش كده؟ هنشوف example بقى. طب ناخد example ينفع واكزامبل ما ينفعش. ينفع زي ايه؟ الword count example او sum. يعني عندي the و table 1 و the و double 1 او يعني مكرر مرتين ومكرر ثلاث مرات. لو جمعنا الثلاثه طالعين من هنا فبقى عندي the و 3 وجمعنا هنا يبقى the و 2، فبالتالي بدل ما اطلع the و 5 5 5 كيف نتورك فانا طلعت there 2 و there 3 هيطلع 5 وهيطلع 5 لو جمعتها 100%. طب امتى مش تطلع operation زي الافرج؟ تعال نشوف اكزامبل. لو عندي there بجيب مثلا افرج الفريكونس بتاع اللاين الوورد بير لاين وطلع لي مثلا there 0.3 0.4 0.7 وطلع لي هنا there 0.5 0.6. لو جيت جمعت دول هيطلع لي 0.467 و 0.55، ده الاو بتاع ده 0.5085 وهنا 0.5، فبالتالي ده مش بيساوي بعض، فالافرج مش اسوشيتيف مش كوميتيتيف اوبريشن. طيب طيب تعال نشوف اكزامبل ازاي ندخل الكومباينر في الجوب بتاعتنا. انا هنا عندي الكود بتاع المره اللي فاتت شرحناه، مش هعيد شرحتي عشان ما اضيعش وقت، بس خلينا عندي المابر كلاس وعندي ريدوسر كلاس وعندي المين كلاس درايف. فانا هكونفجر الجوب ان هي تران، هقول له جوب دوت سيت كومباينر كلاس ايكوال ريدوسر ان بان الورد كاونت اكزامبل، فهو كوميتيتيف اسوشيتيف اوبريشن. ولو جيت رنيت جوب كده المفروض يطلع لي اوتبوت بنفس الاوتبوت اكسبكتد بتاع المره اللي فاتت، مفيش اي اختلاف. طب ايه الاختلاف اللي هي يطلع على الجوب بتاعتي؟ البرفورمانس. طب هنشوف ازاي البرفورمانس. احنا المره الجايه هناخد التو جارز، اهو جيت شفنا يعني جيت كونت الاوب بتاع الـ بتاع الـ بتاع الوورد او الاوب بتاع الجوب دي، الاوب لو حطينا لو شلنا الكومباينر هتلاقي هما زي بعض. زي طب ايه الانهانسمنت اللي حصلت؟ الانهانسمنت حصلت هي الاماونت اوف الداتا الموفد والتايم جوب بتاعك. طب هنعرف ازاي الكلام ده؟ ده اللي احنا هنشوفه المره الجايه. المره الجايه مش هيبقى عندنا نظري، هناخد بس التو جارز ونرنهم على مش بيج داتا بس هنقعد بيج فايل شويه ونشوف عدد الجوب دي هتاخد ايه والداتا هتاخد ايه، وهنشوف الاماونت اوف مابا وريديوسر ونقارنهم ببعض. احنا يعتبر خلصنا جزء نظري كبير في الجزء بتاع هدوب، وزي ما قلنا احنا دايما الكورس ده مش بيبليس الهدوب ديفينيتيف جايد، فانا اكسبكت منك كنت قريت لغايه دلوقتي اتليست لغايه شابتر 3. شابتر 4 المفروض تكون انت اتكلمنا عليه على اليان، المفروض تكون انت برضه بتقراه. فمن شابتر 1 شابتر 5 في الكتاب هما مانداتوري، يعني مش بيكملوا الكورس، هما اساسيين والكورس ده هو بيكملهم، مش بيكملهم بيوضح حاجات فيهم، لكن هو اساسي انك تقرا الكتاب.
احنا بعد الحلقة دي عندنا 4 حلقات تقريبا، فيهم بس اكزامبلز على الماب ريديوس، مش هنشرح فيهم اجزاء نظري خالص تقريبا، يعني هو معظمها اجزاء تطبيقية على الماب ريديوس، وبعد كده عندنا الهايف هنشرح فيه كام حلقة. بس بعد ما نخلص دول يبقى عندنا السبارك والسكال. بس مش عايز اطول عليكم، دي حلقة سريعة شرحنا فيها الكومباينر، شرحنا وظيفته، قلنا دايما هو بيقلل النتورك ترافيك من بيديت الاوتبوت من المابر، واكدنا هو بيرن على المابر سايد، وقلنا ممكن يبقى هو الريديوسر زي الاكزامبل ده، يعني هو الريديوسر نفس مثال نفس كلاس، ممكن تعمل كلاس تاني تسميه كومباينر وتبصيه للجوب وهيشتغل عادي لو عندك فانكشن مختلفه. اهم حاجه تتاكد ان البروبرتيز بتاعت كوميتيتيف اسوشيتيف موجوده. اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.